ثاني موضوع بدي احكي فيه انه في كثير ناس بحسها تتعامل مع الحياة كأنه ما عندها خيارات. يعني بتجيني مسجات: يا محمد انا عم بدرس حاليا هندسة، بس طموحي الحقيقي مثلا والله بحب ارسم، بحب اسوي اشي تاني، بحب الطيران، بحب شغلات تانية، شو نساوي؟ بحس هاي الناس مسكينة عندها الاحساس انه هي محشورة بزاوية، محشورة بزاوية مش قادرة تروح. بسم الله، حاسة انه ما عندها خيارات لانها محشورة. نصيحتي لكم: ما عمركم تحطوا حالكم في هذا الموقف اللي بتحسوا خلاص ما عندي خيارات، لازم استسلم، لازم اكمل. انا اول ما تخرجت من الجامعة قدمت على وظائف بالعشرات اذا مش بالمئات، قعدت بالساعات بقدم، بظبط السي في، بكتب رسائل، بكتب شغلات كتيرة. يعني حاس حالي عم بشتغل وببذل جهد، وعن جد يعني ما ضل اشي اللي سويته، وفي مجال ما كنت كتير مقتنع فيه صراحة. يعني انا درست هندسة كمبيوتر، اوكي في كم صف عجبوني، عجبني فكرة انه في برمجة وهيك، بس ما حسيت انه هذا هو مستقبلي. الفكرة اللي كانت في بالي طول الوقت انه طب انت دارس هندسة كمبيوتر، كيف بدك تشتغل اشي تاني؟ يعني ما بيصير هذا الحكي. وحتى انا حكيت مع الاهل لفترة طويلة انه يعني انا عن جد حابب ادخل اشي تاني، وحكوا لي طيب والشهادة شو بدنا نكبها بزبالة؟ قلت لهم لا مش شرط، انا تعلمت منها شغلات كثيرة بس مش حابب ادخل في هذا المجال. حكوا لي اوكي شو بدك تساوي؟ فانا زي ما قلت لكم بالجامعة، يعني اول سنة جامعة قدمت على وظائف، ثاني سنة جامعة قدمت على وظائف، ثالث سنة جامعة قدمت على وظائف، رابع سنة جامعة قدمت على وظائف، بعد ما تخرجت من الجامعة قدمت على وظائف، ولا شركة قبلتني. مع اني انا الحمد لله يعني بحكي بكل فخر، انا مش قصدي اني اتباهى ولا قصدي اني اوري ان انا شايف حالي، بس الحمد لله انا طالب متفوق الحمد لله. يعني تخرجت بدري 3 سنين ونص، ومعاي الحمد لله يعني قولوا شهادة كبيرة وشهادة اصغر، الحمد لله معدلي كان متفوق، يعني الحمد لله يعني ما كان فعلا ناقصنا شيء. بس جامعتنا فيها 40,000 طالب، 40,000 واحد، جزء كبير منهم في التخصص اللي انا فيه، وكلهم بتنافسوا على الوظيفة اللي احنا بدنا اياها. بعدين حكيت لحالي اوكي محمد، انت دائما عندك ميول للسوشيال ميديا صح، وانت مهندس كمبيوتر حابب تجيب وظيفه، اجمعهم مع بعض. كيف؟ حكيت بستغل السوشيال ميديا عشان اعبر للناس اكثر عن شخصيتي، اعبر عن للناس اكثر عن الشخص اللي انا هو، يعني مين انا، شو بساوي، شو بفرق عن، يعني شو بفرقني عن الشخص الثاني اللي مقدم على نفس الوظيفه. فصرت لما اقدم على الشركات احط الانستغرام تبعي، اليوتيوب تبعي، شو كنت احط، التويتر، يعني شغلات يعني كنت احط هيك. لا حتى بعد ما حطيت هاي الشغلات وبعد ما بلشت، لانه بدايتي كانت كمان لسه متواضعه اكثر من هلا، كنت بس على الانستغرام وعلى اليوتيوب يا دوب يعني. ف حسيت انه لسه الشركات ما قبلت، حكيت لا انا حكمل حكمل حكمل. كملت في الطريقين عبين ما طريق السوشيال ميديا صار عم بيطلع لي مردود، ولو انه ما كان بيطلع لي اشي، بس كان على الاقل يعني محتواي صار يوصل ناس اكثر، محتواي صار يفيد ناس، صرت انا على تواصل مع ناس ممكن فعلا يكون يعني في مثلا استفادة مادية منهم. اما موضوع الوظيفة بصفر. بعدين صار موضوع الكورونا اصعب، صار شو اسمه الوضع الاقتصادي في العالم كله صار سيء. ف يعني خليني ارسم لكم اياها. يعني انا هون عندي مثلا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا، وعندي خلينا نعمل هيك شغل او وظيفة. هذا كان ماشي يعني سهمه كبير، ما بعرف اذا جماعة التيك توك شايفين هذا، ولا اشي تقريبا، ولا اشي يعني ولا اشي، ما اتحرك ما اتحرك صفر. فقلت انا ليش اضلني مركز جهودي هون، ليش اضلني حاطط في بالي ان انا بدي اشتغل وانا بدي وظيفة هندسة كمبيوتر، انا ما بحب المجال هالقد، الوظائف اللي كنت بقدم عليها يعني هي عادي، وهذا الاشي اللي انا بحبه، شايف فيه تطور وشايف فيه، شايف فيه حركة، وفعلا يعني في 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 بوتنشل، في شغلات يعني انه ان شاء الله ان شاء الله لو استمريت ممكن اطلع منها بشيء مفيد. فقلت ليش احط جهودي هون؟ هذا مش عم بيطلع لي نتيجة، ما في خط، ما في سهم، هذا عم بيطلع لي اشي ولو انه هذا ما في فلوس، ما في فلوس. انا يا جماعة اللي على اليوتيوب واللي على التيك توك، انا ما بندفع لي، لما احط فيديوهات ما بيجيني منها فلوس، عشان اوضح لكم، بس انا ما بيجيني راتب من تيك توك، مش زي اليوتيوب. حتى على اليوتيوب انا قناتي مش كبيرة كفاية انه يجيني منها فلوس، يعني اللي بيحضرني على اليوتيوب انا لسه ما بيجيني فلوس من اليوتيوب وما بيجيني فلوس من التيك توك. بس
اي فلوس بتجيني من تيك توك بتكون من الناس اللي بيعطوني هدايا باللايف، ومرات بيجي ناس مرات في ناس ببعتوش، بس انا لسه مستمر لانه حكون صريح انا بدي فلوس. انا يعني كتير بحب، يعني بحب الفلوس، مين ما بحب الفلوس، بس مش هدفي الوحيد. هدفي الوحيد مش الفلوس. انا اذا الفلوس كانت هدفي الوحيد في 100,000 شغلة كان ممكن اسويها اللي يجيب لي فلوس اسرع من هدول، بس انا بحب استمتع بالشغلة، بحب انها تكون مفيدة، وبحب اني اقدر اسويها لفترة طويلة، وان شاء الله انها ترجع لي كمان مردود مادي فلوس. اوكي، فنفس الشيء بحياتكم انتوا لما تشوفوا حالكم محشورين بزاوية. انا ما كنت محشور بزاوية، مش قادر الاقي وظيفة، فكرت شو ممكن اساوي بنفس الوقت اللي ما يتعارض على تدويري للوظائف، وبعدين بضلني مكمل في الطرفين، كملت بهذا الطرف وكملت بهذا الطرف، لعبين ما شفت انه اوكي واحد من الاطراف صار كتير اقوى، صار بيطلع لي مردود اكثر من الثاني، وانا مستعد اتخلى عن موضوع الشغل، فخلص حكمل بهذا. يعني انا الحمد لله انا قبلت على جامعة تعتبر رقم واحد في امريكا، او يعني الجامعة توب نمبر 1 في المجال اللي انا كنت حابب ادرسه، هندسة صناعية في الماجستير. انا انقبلت الحمد لله، رفضت، انا قلت لهم ما بدي ادخل. ليش؟ تيك توك. وقتيها لما انا رفضت كان عندي 80,000 متابع اشي هيك على التيك توك، تخيلوا. يعني الحمد لله، يعني اليوم انا عندي عشان بس اليوتيوب تعرف 27,000 الحمد لله متابع، ومع هيك انا لسه مش واصل وين انا بدي اكون. بس انا اتخذت القرار اني انا هذا الموضوع خلص ححطه على جنب، لاني خلص بدي احط تركيزي هون. هلا الحمد لله انا اوريدي يعني الحمد لله انا شهادتي هندسه الكمبيوتر حضرها معي، ما حد هياخذها مني، موجوده لو احتاجتها خلاص. ما زبط موضوع السوشيال ميديا مو مشكله، على الاقل بكون جربت، على الاقل بكون حاولت، بس انا عم بحط فيها جهد حاليا. عشان هيك قلت انا بالفيديو اللي قبل هذا على اليوتيوب قبل شوي، انا قلت على التيك توك اني انا ما عم بطلع من البيت، انا عم بحط جهد حتى لما اكون تعبان، عم بحط جهد حتى لما انا ما يكون في بالي، عشان اخلي هذا الموضوع ينجح ان شاء الله. طبعا بالاخير رب العالمين بقرر شو اللي ينجح شو ما ينجح، بس انا بالنسبه لي عم بحاول احط كل جهدي عشان اكون بذلت اخذت بالاسباب، وبالاخير زبط ما زبط اكون انا مرتاح نفسيا انه محمد على الاقل انت حطيت كل جهدك. فمره تانية اخر نصيحه لجماعه اليوتيوب، واخر نصيحه على التيك توك بخصوص هذا الموضوع، ما عمركم تحسوا حالكم في زاويه، دائما في خيار تاني، دائما في اشي ممكن يتعدل، دائما في ممكن يكون اشي طريق تاني. فحاولوا انكم بس تحسوا حالكم انحشرتوا، تبلشوا عن جد تطلعوا وتشوفوا انا شو ممكن اساوي، شو ممكن اعدل، شو ممكن طريق تاني اخده، شو ممكن اساوي مع الشغل اللي انا اوريدي عم بسويها. فاظن هاي نهايه الموضوع هذا.